قال أبو بحر أنه حارب التصوف. نعم. لكن هنا أجد في جوهر الرضا، وجوهر الرضا كما تعلم سيدي بأنه من آخر ما كتبه الإمام السلام. نعم. ليس آخر. ليس من. نعم. 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 هنا ماذا يقول؟ وأربع نال بها الإبدال منزلة الأبدال فيما قالوا بالجوع والصمت وباعتزال عن الورى وسهر الليالي، ثم قال وكلها موصل للجنة إن وافق الفعل طريق الجنة. الإمام السلف لم يحارب، إنما حارب، وهذا دأب العلماء الصالحين، أن يحارب أي فساد في أي معتقد، ليس ب ب ب يا أخي يا أخي الشيخ السالمي، ليس معناته على إنه جاء أو قال على إنه الأبدال كلمة موجودة فأخذ بها، صحيح مصطلح تصوفي، لكن معناته الشيخ السالمي كان سابقا كل شيء يعني في عهده، يعني كان لما درس كان كله بالخلوة والطرقية، وما أدري مو تبغى زيد حفظك أنت، روح اللي معه في كم يوم ويعني وتلو هذه الأسماء وما تاكل حاجة فلانية. الشيخ سالمي هذا وقف منها موقف في الحق، مع أنه كان مارسها هو صار كأن كان الجو اللي عاش في الشيخ سالمي هو ذلك الجو، يعني كان يعني جو موروث من الشيخ جاعد بن خميس، لأن حقيقة المدرسة الجاعدية غطت بفكرها على الوسط الإباضي العماني في الحقيقة، وربما المغاربي لكن العماني. الشيخ ناصر بن أبي نبهان عالم كبير، وهو ابنه الشيخ سيبا خلفان، يعتبر تلميذ الشيخ ناصر بن أبي نبهان، ياك شيخ حمد سعيد هو تلميذ والده أو تابع لوالده، وإن كان شيخ حمد سعيد ما كثير طبعا في هذا المجال، لكن طبعا يأخذ بها ياك مثلا، وكان شيخ حمد بن خميس السيفي، كان لجو ذيك الأيام الجو يعني فعلا الذي وجد فيه الشيخ سالم هو هذا الجو، يعني كان أنت أحيانا توجد في جو لو خرجت عنه تعتبر كأنك أنت يعني كالإبل الضال أو مسمي، يعني كأنك يعني كأن يعني كأنك مصاد للتيار. فالشيخ سالم عاد هذا يمكن قلب ظهر المجان بعدما تكون علميا، وبعدما صار مرجعا، وبعدما جاءه الطلاب، وبعد طبعا في جواباته هو الشيخ سالم ظهر هذا، فرأى أن هذا ما يمكن علم الشريعة ما يؤخذ بالطريقة هذه، أنا أجلس لي في غار ولا أجلس لي معرف إيش وسوي لي وسوي لي، علم الشريعة علم اجتهاد، وقال بهذه الحاجات ويعني وكذلك قذف أبي سعيد الكدمي، أيوة وحي أم اجتهاد، أيوة وحي أو إلهام مذهب الشيخ أبي سعيد أو إلهامي. نعم. فمن هذا القبيل، يعني هو في الحقيقة يقولوا أن الشيخ الفهمي قال هم الشيخ أبو سعيد والشيخ أبو محمد ما مختلفين كلاهما أن هو طبعا إلهام من الله تعالى، ولكن ليس بإلهام مفهوم صوفي، وفي نفس الوقت هو بتوفيق من الله تعالى. يعني فالشيخ الفهمي جميل قال في الحقيقة ما بينهم خلاف، الشيخان أبي محمد وأبي سعيد ما بينهم خلاف. طيب صحيح. زين. فممكن نتحدث عن تصوف الإمام السالمي وقال أبو بحر المجن، هذا يبقى يظل معجن، قال أبو بحر المجن سماحة الشيخ أنه نقى ما شاب التصوف من هو نقى أكيد شيء طبيعي. نعم. شوف أنا أقول لك بقايا حتى بعد الشيخ سالمي بقايا عندهم شيء مثل الشيخ فاجميل السيابي، الشيخ عبد الله بن علي الخليلي، الشيخ أبو عبيد السليمي. نعم. يعني مثلا تجدهم يقرؤون شعر ابن الفارض، تجدهم كذا فبقيت هي يعني بقيت، لأنهم هذيلا المجموعة كانوا لماذا؟ لأن كانوا امتداد للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي، الشيخ خلفان، الشيخ أبو عبيد، وعاد بعدهم الشيخ عبد الله الخليلي، وبعد هذيلا امتداد الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي. فالشيخ سالمي مدرسته عاجات آخر، مدرسته ما فيها، ولكن تبقى بعض الأمور ما يمكن الشيخ سالم يجي يمحوها مرة واحدة يعني، لكن في النهاية الشيخ سالم فعلا لأنه كان سابقا متوغل فيها وداخل فيها، وفي النهاية أنكرها ويعني ولم يعترف بها.